الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وجراحات الانزلاق الغضروفي، كلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم المخ والأعصاب والعمود الفقري. في ناس مهنهم لازم ان احنا نراعيها جدا، وهم ياخدوا بالهم قوي من ان هم معرضين اكتر من غيرهم لمشاكل في العمود الفقري، من ضمنهم مثلا اللي بيشيلوا احمال تقيله. طبعا اللي شغلهم بقى بيشيل حاجات تقيله، في ناس غلابه بيصعب عليا جدا اللي هم بيشيلوا الاساس او بينقلوا الحاجات، دول شباب زي الورد وحمالين وحمالين اسيه هم الحقيقه، ودول شايلين على اكتافهم يعني. وطبعا اللي بيشتغلوا في المعمار بيشيلوا برضو طوب وبتاع، شباب طيب جدا، دول لازم نراعيهم، ودول بياكلوا اكل عيش يعني ربنا يكرمهم فيه يعني. حاجة تانية، الناس بقى المبرمجين برضو من الناس الجديدة اللي قعدتهم كتير وقعدتهم غريبة يعني، بتوع الكمبيوتر دول دايما تبص لهم ايه مثلا قاعد في مكان هو بيشغال، فتلاقي قاعد قاعدة مايل اللي قدام قوي، قاعدة مش صحيحة. فالمبرمجين برضو يعني معرضين، وبتوع الجرافيك ومصممين الجرافيك، وبرضو المهندسين المعماريين، لأن المهندس المعماري بيقعد يعني يقعد على البتاع فترة طويلة ويقعد يرسم وبتاع، الله يكون في عونهم. حاجة تانية، مضيف الطيران، دول معرضين إلى مشاكل في الظهر كثيرة جدا. مضيف الطيران في خطر شديد، ليه؟ لأنهم بيشيلوا وبيتحركوا وحركاتهم مفاجأة يعني، ممكن اول مضيفة الطيارة وهي ماشية طبعا لابسة كعب عالي، ممكن او حتى من غير كعب عالي وهي ماشية وشايلة، الطيارة عملت كده، الطيارة اتحركت كده. المضيفين عموما اللي بيتحركوا على حاجة متنقلة يعني، مضيفين الطيران، مضيفين الموجودين في القطارات برضو ظهرهم ممكن يكون في مشاكل. الناس مثلا موظفين الاستقبال اللي بيقفوا لفترات طويلة قوي، دول من المؤكد ان ظهرهم ممكن يتأثر، وغيرهم كتير. حلاقين، الناس اللي شغالين في الاكل، اللي بيشتغلوا في الاكل اللي فجأة بيشيلوا في المطاعم بقى اللي جوه المطبخ، عامل صينية مش عارف ايه هيشيلها، صينية تقيلة. ستات البيوت اللي بيشتغلوا عندهم هوس الشغل الكتير قوي في البيت ده، مش هوس حاجة جميلة، بس طبعا بتشيل كرسي عشان تنظف تحتيه، تروح هي شايلة ظهرها ممكن يتأثر. دكاترة عموما بكل تخصصاتهم، وخصوصا يا عيني الجراحين كلهم ودكاترة الأسنان، دكاترة الأسنان دول ظهرهم، مفيش صديق ليا من دكاترة الأسنان اللي بيشتكي من ظهره. النهاردة هنحل الناس دي كلها مشاكلهم. على فكرة نسيت كمان المذيعين، عادتهم قاعدين شادين نفسهم كده وبتاع، ظهرهم هيتأثر. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم الجراحات، الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية المصرية والعربية لجراحات العمود الفقري، الاسم الكبير. أهلا بك الدكتور صديق. أهلا دكتور عيني. حقيقة كل الناس في مصر ده الاستوديو كله وهم هنا يعني بيشيلوا الكاميرات، وهم بيشيلوا الكاميرات بينقلوها من حته لحته، واللي قاعدين على الكمبيوتر وبتوع الجرافيكس وبتوع، وكاميرا بالذات ما بتشيلش صح، لان الكاميرا لازم اشيلها من جنب كلهم يعني، ما 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 ما, ما لهاش حل يعني، المفروض اتنين يشيلوها يا جماعه الكاميرا دي. بس لا، ناس كتير جدا عندهم الام اسفل الظهر. هو سؤالي طبعا، مين الناس لو انا نسيت حد بحكم بقى سنين الخبره ما شاء الله، وغير كده اسباب الام الاسفل؟ مبدئيا كان في احصائيه كده طلعت، قال لك ما فيش واحد على سطح الكره الارضيه الا عانى او سيعاني في فتره من حياته من الام الظهر، بدءا من السن العيال الصغيره والمدارس والطلب والكلام ده كله، الى الناس اللي وصلت مرحله العمل واداء العمل، الى الناس اللي هي ما بعد مرحله العمل والمعاش والكلام ده كله مع السن يعني. فمعظم الناس هيجيلها يعني، في بعض الدراسات قال لك لا مؤكد 90% من الناس جالهم، ها وفي 10 لسه هيجي لهم. مشاكل العمود الفقري، ان العمود الفقري بيتحرك، والعمود الفقري ما هوش حاجه ساكنه، ده هو بيتحرك وبيؤدي وظيفه وبيشتغل يعني. حضرتك ذكرت مهن كتيره جدا، طيب
عندك ناس مثلا بيبقى مشكلته ان هو مربوط في الكرسي اللي قعد عليه من 6 ل 12 ساعه. انا بشوف ناس نسيت السواقين. لا تشوف بقى الشباب الجمال اللي هم بيشتغلوا في البنوك. طبعا ده مربوط من الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 7 بالليل. ما تلاقيش واحد فيهم اللي عنده مشكله في رقبته ومشكله في ظهره. طبعا. طيب شوف الغلابه الناس يعني. اللي هم بيشتغلوا في الاعمال القضائيه المحامين والقضاء عندهم مشاكل جامده جدا في العمود الفقري. ليه؟ هو دايما مشغول ما عندوش وقت بقى للرياضه ولا بتاع، ويا اما بيتحرك او راكب العربيه او قاعد يقرا ويكتب، لان هم اعمالهم بيذاكروا يعني. ممكن واحد يبقى قاعد على قضيه بيدرسها باسابيع يعني 1000 ورقه و10000 ورقه وقاعد يعمل فيها كده. الحقيقه الناس اللي بيشتغلوا بقى المهن زي مثلا طائفه المعمار، من اول المهندس اللي هو طول النهار واقف على رجله وطول الوقت طالع سلالم نازل من سلالم، واللي بينط من سقاله، واللي بيعمل مش عارف ايه، او بيبقى راكب عربيه من العربيات الناشفه اللي هي بتجري في المواقع دي، ده ظهره بيتكسر. وبيجي بقى شكوته ألم في ظهره، بيسمع في جنبه، نزل على فخده، نزل على رجله. في البداية يعني كلنا وكل الناس بيحاول يتعامل مع الألم بطريقة مع نفسه يعني إيه؟ شوية دهنات، شوية مسكنات، طب قربة مية سخنة، طب هريح النهاردة وأصبح الصبح كويس. طيب القاعدة الكبيرة بقى المذاكرة والطلبة وأمهات الطلبة واللي قاعدين بيذاكروا لهم، خد بالك، ودي نسبة كبيرة جداً يعني. انت عندك لما تلاقي عندك طالب في البيت من اول ابتدائي، لان ابتدائي دلوقتي بقى شهاده، ابتدائي يعني ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي، انت عايش يعني مستوى، بتتكلم على مستوى جامعي، كارثه يعني. يعني انك تحول موضوع التعليم بقى عقاب، يعني عقاب جماعي يعني. فالاهل نفسهم بيعانوا، واخد بال حضرتك؟ تلاقي عين الام قاعده جنب الواد وعايزه تقعده يذاكر، طب هي مش عارفه تملك كلام، بتجيب مدرس والمدرس برضه هيعاني، واخد بال حضرتك؟ فالموضوع بقى صعب قوي يعني. إذن الألم في مشترك كل فئات الشعب وكل فئات العمرية والسنية. طيب هو الألم ده هيجي من مصادر الألم. مصادر الألم إن أنا في عندي حاجة بتلمس العصب، الحاجة دي يا إما جوه العمود الفقري نفسه أو بره العمود الفقري، واخد بال حضرتك؟ الألم المخصوص بتاع أسفل الظهر. يعني إيه أسفل الظهر؟ يعني هي من بداية الفقرة الأولى القطنية لحد الفقرة العجزية، دي كلها اسمها أسفل الظهر. دي مجموعة حزمات عصبية. أنا من أول الفقر ده، العمود الفقري بتاعنا اهو اللي في النص اللونه لبني ده أو المزرق ده اسمه الغضروف. في عصب بقى خارج كده زي كابل الكهرباء، زي السلك خارج من المخرج اللي هو بتاع العصب. مع كتر الشيل والحركة الغلط والمطبات اللي في الطريق والشباب اللي بيركبوا موتوسيكلات وبيتنططوا بيها كتير واللي بيقعوا والحوادث والخبطات والكلام ده كتير، واللي بيمارس رياضه غلط واللي بيشيل غلط واللي بينط من حته عاليه، الكلام ده كله يبدا يعمل ايه بقى؟ كله يصب بقى في الاخر عند منطقه الغضروف. الغضروف بينضغط مره في مره في مره، ينشف، يتشقق، يخرج بره، يلمس العصب. يلمس العصب زي ما عندنا هنا، تلاقي العصب، شايف الاعصاب مش عصب واحد، ده بتبقى سلسله من الاعصاب متصله ببعضها. يبدا العصب لما ينضغط يبدا يولد شحنات كهربائيه عاليه جدا، ويعمل حاجه اسمها مسببات الم، ما يعني بين ميدييترز كده، تبدا تخرج تعمل تهيج في العصب. يبدا بايه؟ بشويه وجع، شويه تنميل، شويه حرقان، كهرباء، لسعات. في ناس بتبقى شكوتها بتبقى الصبح بدري، يعني في مثلا معظم الام العمود الفقري بتبقى في السيدات اكتر من الرجاله يعني، عشان نبقى عارفين. تلاقيها مثلا تقوم بيقول لك اول طلعه بس، اول ايامان من السرير ده هو ده اللي فيه صعب قوي. يعني اجي اقوم عشان اخد قامتي وافرد ظهري، ده صعب. طب لو انا قعدت مثلا قعده زي اللي قاعدينها، او بنذاكر او بنشتغل او بتاع، اجي اخد القامه بتاعتي واقف كده، يا صعبه جدا عشان تقدر تفرد. القعده بقت عذاب. طب والوقفه ايه؟ عذاب برضه. يعني لما تيجي تقف شويه، وابسطها يقول لك مثلا لما بقف بصلي، او كان في رمضان بقى مع الصلاه الكتيره والوقفه وبتاع او شغل، واحد زي مثلا راجل طباخ ولا حلواني ولا واحد في مطعم ولا بتاع، ما هو طول اليوم واقف. راجل زي الحلاق، او هو طول شغله مش هيعرف يشتغل وهو قاعد، يعني طبيعه العمل بتاعته ما ينفعش يشتغل وهو قاعد. الوقفه بقت عذاب. ست البيت اللي في البيت اللي بتقف في المطبخ تدخل بالساعات، ما طول اليوم بتتعذب، وتمسك بقى ظهرها والحزام. في ناس بتشوف بقى مناظر جميله وجايب حزام ومحزم بيه نفسه، او رباط صوف ورابط، او كان زمان عارف
كان في الحزام زمان بتاع الجيش كده مش فاكر كان اسمه القايش بتاع الجيش يجيبوه كده ويربطوا بيه اي حاجه تشده خلاص. الالم لما بيبقى موجود خلاص دي بقت بؤره بنسميها بؤره حاره او بؤره ملتهبه في الجسم تعمل الم جامد جدا. انت بقدر المستطاع عايز الالم يروح منك. ما هو اصل ايه الهدف مننا من 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 الشكوى؟ عايز اخفف الالم. يا اما هنمشي في سكه صح يا اما هنمشي في سكه بسميها مرتجله. هي مش هقول لك غلط. الارتجال مع العمود الفقري يؤدي الى نتائج سيئه، لان انا عايز احط اتنين ايتمز كبار جدا، علامتين كبار او حاجتين موضوعين كبار. الام العمود الفقري يا اما من حاجات سهله وبسيطه زي انزلاق غضروفي، زي خشونه، زي زحزحه فقريه، زي فقره متحركه بتاع، او من حاجات كبيره. زي ايه كبيره؟ لا قدر الله اورام، لا قدر الله غضاريف متعدده، لا قدر الله ضيق رهيب بالقناه العصبيه، تآكل في الفقرات، خراريج على العمود الفقري، التهابات مزمنه زي مرض الدرن وبنشوف منه كتير جدا الايام دي، التهابات في الفقرات نفسها. عشان الشيشه. عشان الشيشه. عشان الشيشه رجعت. رجعت. مش رجعت الحمد لله. الشيشه بقت الحمد لله يعني اساس عمل الكافيهات في كتير من الاحياء، وده نصيبه سودة كارثه. طيب الناس اللي غلابه جدا اللي عندهم مرضى السكر ومش متظبطين ومناعتهم ضعيفه بيجي لهم ده اكثر التهابات تيجي في العمود الفقري. طيب الناس اللي هم ربنا يشفيهم ويعافيهم اللي بيغسلوا كلى الرينال دياليسز بيجي لهم دايما دايما يا اما تاكل في الفقرات بهشاشه يا اما خراريج على العمود الفقري. كلمه خراج في العمود الفقري او التهاب في العمود الفقري ما ناخدهاش ببساطه، لان التعامل معاه مش سهل. اصل لو واحد عنده التهاب في ايديه او في رجليه او في نسيج تحت الجلد كده ما هيروح للجراحه يفتحه وخلصت القصه. لكن اللي جوه جوه العظم ده هتفتح فيه ايه؟ ولو فتحته هتفتحه على ايه؟ ما انت هتفتح وتقفل تاني، واخد بال حضرتك؟ يا اما هتعيش بكورس جامد جدا من مضادات حيويه، وعاده المضادات الحيويه عقبال ما توصل للعظم جوه وتشتغل بتفقد قوتها، فلازم تدي جرعات عاليه جدا مش كل الاجسام بتاعتنا هتستحملها. طيب العلاج بتاع الالتهابات بتاعت العمود الفقري ما هيش اسبوع ولا شهر، ده ممكن تاخد 6 شهور 7 شهور زي مثلا التهابات الدرنيه والالتهابات اللاميكروبيه اللي هي بتيجي على العمود الفقري. ده انت بتقعد سنه وسنتين بتعالج، وتحتاج ساعات حزام، تحتاج عمليه، تحتاج تدخل تشيل البؤره بتاعت الالتهاب والتلوث دي كتير جدا. فالالام بتاعت العمود الفقري والام اسفل الظهر الام اسبابها كتيره جدا، بس اللي انا عايز يعني الفت نظر الناس له ما تستسهلش، دور على فين المشكله وتعالى نحلها. ناس كتيره جدا الدكتور ايمن يبدا يمشي بقى في السكه بتاعت ايه؟ طب الدهانات المعينه والاعشاب المعينه والطب العربي والطب البدوي، وتعالى نكوي، تعالى نعمل خزامه، تعالى نلسع بالنحل. ده انا بقيت بشوف قنوات فضائيه وقنوات على اليوتيوب وبتاع معموله عشان واحد بيمسك نحله ويضحك، ايه لسعتك؟ قال لسعتني. طب وبعدين؟ ده في ناس ماتت من هذا الكلام، واخد بال حضرتك؟ ودايما حكايه الكريمات المبالغ فيها، كريم لا أيوة له حدوده، يعني كريم ايه اللي هيعالج دهن مرض الخنزير ودهن النعامه ودهن البطه او حتى نديله اسم انجليزي اي حاجه بقى، احط له هابي لايف وهابي مش عارف ايه، كلام عبيط جدا. بس للاسف الشديد لان احنا معظم الناس عندنا ناس بساط جدا، فهو يعني انا مش عايز ادخل في حوارات دكاتره بقى والدكاتره يقولوا لي وروح اعمل اشعه وخد علاج وبتاع، ده كريم بيضيع الدنيا. والمعلومه دي تتاكد لحضرتك لما تشوف واحد بقى على قناه وطالع لك، يا مش قناه، هي بتبقى مش لا هي ما بتبقاش قنوات، دي الحاجات دي 20 قناه. لا مش قناه، حنفيه هي مفتوحه. هي بتبقى كده حاجه على مواقع يا باشا، على 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 والله قنوات نايل سات. هو انت اكتر من واحد كان بيطلع يقول لك علاج كل حاجه في الدنيا هو الكركم ومش عارف ايه، وبيطلع لك على 20 30 قناه ما كانش في ضمير، وفي الاخر اتقبض عليه ولا اتمسك وما زال لحد النهارده شغال. يعني احنا فين؟ الاعلانات دي بتطلع لغايه احنا فين؟ احنا فين؟ يعني الكلام ده، ما انت لما تحط الناس معلومات مضلله ما اكيد هم مش هيمشوا صح. واخد بال حضرتك؟ يعني لازم يبقى في رقابه شديده جدا على هذا الكلام، ولازم يبقى في توعيه. يعني بنعلم الناس، هو الهدف من البرنامج بتاعنا ايه؟ وبنتكلم ليه؟ الناس فاكره ان احنا بنيجي نتكلم عشان دعايه لنفسنا وامجاد شخصيه، ولا يفرق معانا. يعني اصل الدكتور دايما في مريض محتاجه هيروح له، واخد بال حضرتك؟
ما هيش تجبر ولا بتاع، بس كلنا بنخدم بعض يعني، احنا طبيعه العمل بتاعتنا هي يعني دايره. معظم يعني معظم يعني كل الموجودين على الشاشه على شاشتنا هنا كلهم اساتذه كبار، فمش محتاجين يعملوا نفسهم. واخد بال حضرتك، لكن في هدف سامي جدا يعني، ان انا لما فاهم الناس النهارده ان لما يبقى عندك مشكله دور عليها، مش بقول لك تعالى لي، دور عليها حلها، ما تتاخرش في حلها بدل ما تدخل في مضاعفات. ببقى اسعد بني ادم في الدنيا دكتور ايمن لما بيجي لي واحد يقول لك والله يا دكتور محمد احنا سمعناك وانت بتقول كذا كذا ورحت عملت اشعه وبصيت فيها لقيت اللي انت بتوريه لنا. ايوه، يبقى احنا نجحنا، يبقى احنا خدنا خطوه في حرب الجهل، مش كده؟ التشخيص المبكر، التشخيص المبكر، التشخيص الصحيح، وانك تعلم الناس ان هي تبقى عندها وعي ومفيش حد وحد ينصب عليك. ما تخليش واحد يجي يشتغلك يعني. الناس في الظروف دي زي ما في نصاب بتقابله في الاتوبيس، هتقابله في الشارع، هتقابله في الشغل، هتقابل واحد بيجي يلم واحد طالع في اسوان سرق البلد كلها وخد بها ايه سرق بلد وحلال امه سرق بلد. يا باشا احنا شعب طيب جدا بيصدق. والله انا عجبني جدا بالمناسبه دي اللي انا لازم اشكره يعني الاستاذ احمد مكي، عمل مسلسل رائع جدا اسمه الكبير. كل الناس اتفرجت عليه. فعمل حلقه جاب فيها نوعيه النصابين اللي جايين ينصبوا على البلد وخل البلد كلها تشتغل عنده، المستريح ده ولا المتربح ولا، والنماذج دي موجوده في كل حته. جميل قوي. لا وجابها بشكل حقيقي وبس بخف الدم. أيوه. وواقعيه جباره موجود. وطلع وطلع الواد. طب وموجود في الطب، موجود في الطب طبعا، البلح ده المستريح اللي بيجيب لك السرعه اللي بتخفف الالام وبتخليك اللي بيبيع لك الكريم اللي بيعالج كل الحاجات. وانت راجل كنت يا عيني ما بتعرفش تصلي، بتصلي وبتقف ويعني ده انت بالتالي ده نصب على الناس في شويه فلوس وشويه ماشي. ده هينصب على الناس في صحته، بيطلع ورم ولا يطلع انزلاق غضروفي. وهذه الكارثه لانك ممكن تدمر ناس يعني. اصل بص انا دايما بقول ده في كريم ده في كريم. انا كل ما افتح اتفرج على فيلم عربي الاقي الكريم ده طالع لي في الفيلم. اكره الفيلم عشان تبطل تتفرج. لا انا بطلت. لا لا انا بتفرج برضه بحكم الشغلانه بتاعت الاعلام دي، لازم تتفرج عشان تقول للناس ده غلط. مفيش كريم يا جماعه بيعالج انزلاق غضروفي، مفيش كريم بتاع كل حاجه، مفيش كريم اسمه الناس تتصل والله ما كنت قادر اوطي وحطيت الكريم، مستحيل. ده مستحيل. مفيش كريم طيبه اللي بقى لها 60 سنه تعبانه ولما حطت ربنا يكرمهم وبدات تتحرك واجري بقى ساحر، رجعت شاب وعالجت الروماتيزم. مفيش كريم بيعالج الانزلاق الغضروفي، بيعالج الالتهاب المزمن. هو لو في ده موجود، ده كانت مش احنا كنا جبناه وفرقناه وعملناه واشتغلنا بيه حلو قوي يعني؟ ما احنا اولى يعني. انت متخيل العمل ده يعني عنده من العلم والمقدره والذكاء اكتر من الجراح او الدكتور او الاستاذ اللي هو بيعالج؟ ايه القصه؟ ده علم، عندنا مشكله عايزين ندور على حلها، الحلول في حلول علميه كويسه جدا، ومش كل الحلول تنفع مع كل الناس. يعني في مريض مثلا عنده انزلاق غضروفي يجي بالعلاج 80% بيجوا بالعلاج ل 90%، بس العلاج الطبي اللي حضرتك بتكتبه له اللي هو مكون من ادويه، مكون من علاج طبيعي معين، برنامج علاجي يتحط وبنجيب العلاج ده من الصيدليه. بنروح لصيدليه، مفيش واحد يقول لك اصل الدكتور طلع حقنه من عندي وادانا ما اعرفش هي ايه. مفيش الكلام، مفيش حاجه، اصل ده بيتباع على النت واونلاين، ما بيجيش وبعت لي وانا ابعت لك الكورس، الكلام ده كله نصب. ده كلام كله كلام يعني مش مظبوط تماما. النهارده مجرم على فكره النهارده، بس يعني اصل هم بص يا دكتور ايمن، لو كل ما السرقه مجرمه وفي حراميه مش كده، القتل مجرم وفي ناس بيقتلوا كل حاجه يعني. انت بتحط القانون، لكن هناك اللي بيعمل بريكس رو ده موجود كتير جدا، والمتسربين دول كتير قوي. لكن احنا نرجع بقى لمشكله العمود الفقري، في حاجات تتحل حل بسيط جدا زي ادويه علاجيه او حزام او علاج طبيعي او راحه. في حاجات بتحتاج تدخل، ممكن يبقى التدخل الجراحي محدود جدا، وممكن يبقى جلسات علاج طبيعي معاه، ممكن يبقى تقويه للعضلات بتحل الموضوع. في ناس الموضوع اكبر، يحتاج مني تدخل جراحي، جراحه ميكروسكوبيه او جراحه فتح، ونشيل الغضروف، نوسع القناه العصبيه، ونعمل حاجه اسمها تثبيت للفقرات، لان ساعات بيبقى العمود الفقري سايب. الكلام ده كله في ناس بتحتاج بقى حاجات تانية مساعده معاها، عنده التهابات جامده او الم او بتاع، ممكن يحتاج حاجه زي الحقن، حاجه زي التردد الحراري. هي الحاجات دي كلها حاجات مساعده وليست بديل عن علاج العمود الفقري. دي حاجات كلها احنا بنوجه المريض في اكتر من اتجاه انه يقدر ينفع ويخفف الالم. طيب في ناس ما ينفعش معاها الكلام ده، او في ناس طبعا ما ينفعش معاها الكلام يعني لما يبقى واحد عنده انزلاقات غضروفيه كبيره جدا
ويقول لي ده انا حقنت مرتين وحقنوا لي بلازما وحقنوا لي كورتيزون والدنيا مش عمره ما هيجيب معاك نتيجه. يعني في ناس للاسف ما تقدرش توصلك للمعلومه ان انت مش هتخف بالكلام ده. طب جرب. وهو انا يعني هخسر ايه؟ يعني تعرف المبدا ده برضو، هو انا هخسر ايه؟ يعني بدل ما تدخل عمليه وتلاقي في ناس تانية بقى اوعك تعمل عمليه، ما تخليش حد يلعب في ظهرك. يا جماعه احنا مش بنلعب، يعني احنا شغلنا مش لعب، واخد بال حضرتك؟ وبعدين كونك انك انت وصلت لمرحله الشكوى، الالم الذي لا يستجيب للعلاج، او الضعف اللي خلاك تبقى قاعد او مش عارف تتحرك، او العجز اللي خلاك ما تعرفش تمارس حياتك الطبيعيه ولا تأدي المطلوب منك. يعني انا بشتغل مش عارف اشتغل، مش عارف اكل عيالي، مش عارف اروح شغلي، عندي مشروع، عندي عربيه بسوقها، عندي مشوار بعمل، مش عارف اعمل الكلام ده كله، فبيحصل عطله. والعطله دي النهارده بتكلفه. يعني انا في مكان خلاص قطع عيشي، انا في مكان مسؤول عنه، لو انا ما روحتش الدنيا هتقف. قطع عيشي. انا موظف بمشي الدنيا كلها بامضاءاتي، وما روحتش الدنيا هتقف. اذا لابد من البحث على الحلول، والحلول بقت متاحه والحمد لله. والله الكلمه دي حقيقيه جدا، مصر ما شاء الله غنيه بالناس الكويسه جدا والعلماء في هذا المجال. مش بتكلم على نفسي خالص، ناس احسن مننا كتير جدا وموجودين. مصر فيها بايونيرز كتير، جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري. وبلاش نسيء لنفسنا، وبلاش سياسه جلد الذات. لا لا احنا وحشين، لا احنا مش وحشين، احنا خالص مش وحشين. احنا يعني كان ناس كتيره جدا وقبله للعرب وللاجانب وللعجم بيجوا يتعالجوا عندنا، ولو مش بيجوا يتعالجوا عندنا معظم الجراحين المصريين والدكاتره المصريين في بلاد ربنا منتشرين وهم بيعالجوا الناس. يعني بيبقى بخته يقول لك ان التقي بس جراح مصري هو اللي يعالجني. والله بجد المانيا كلها اللي يعني انا اكتشفته يعني ان نسبه الجراحين المصريين الموجودين في المانيا، في كل المانيا، انجلترا، فرنسا، امريكا. لا انا بتكلم على العمود الفقري بالذات كمان، المخ والاعصاب منتشرين جدا، منتشرين. وكلهم هناك علامات. يعني ودي ما جاتش من فراغ، يعني لما نربط الاحداث ببعضها الناس دي مش من فراغ. يعني لازم الناس تتحرك بس بشكل جيد، وتتحرك بشكل صحيح، وما تكونش الناس أداة للنصاب في انه يستمر في نصبه. لازم يبقى كده، ولازم يفكر ان يعني لازم العلاقه تبقى فيها نوع من الثقه المتبادله ما بين المريض والطبيب شويه. يعني انت بتيجي تقول لي مشكلتك وانا بحاول ان انا اساعدك في حلها، وايا كان الحل. يعني في حل علاجي هقول لك عليه، في حل تدخلي هقول لك عليه، في حل جراحي هقول لك عليه. طيب ساعات بقى الكارثه بتاعتنا والموقف الصعب بيجي لنا المريض متاخر جدا لمرحله ان ما عادش نافع علاج. يعني واحد جاي لي بالمدام بتاعته وزنها كبير، يعني وزنها معدي 110 كيلو، وعندها هشاشه متقدمه مفرطه، وعندها فقرات سايبه ومتحركه من مكانها. طيب وعندها مشكله كمان في الكلى. طيب دي هتعمل معاها ايه؟ يعني انت لو مشيتها علاجيا دوائيا الكلى بتاعتها هتبوظ. واخد بالك؟ جراحيا ما ينفعش عشان الهشاشه. ها؟ طب لو عملت العمليه بالسحر حتى مش هتنفع، والعمليه هتبوظ بسبب الوزن. واخد بال حضرتك؟ فساعات بيبقى يعني المريض بيبقى طالع مش راضي قوي عن اللي بيتقال له. يعني انا ممكن اقول لك ايه؟ لا لازم الاول نخس، وبعد كده نتعالج من الكلى نظبطها، وبعد كده نبدا العلاج بتاعنا. تبقى طالع انت زعلان جدا، طب ما انت ما حلتليش حاجه. لا، اللي انا قلته ده خطه، واللي انا قلته ده حل. ولكن يعني مش كل الحلول دايما هتبقى مرضيه لينا يعني. والنسبه دي مش كتير قوي. يعني النسبه برضه عشان نطمن الناس مش كتيره، اللي بيبقى وصل لمرحله ان يروح للدكتور او الدكتورين او الثلاثه مش لاقيين لهم حل. دي بتبقى نسبه قليله جدا، ودايما هذا المريض راح لدكاتره قبل كده في وقت من الاوقات كان له حل، وغالبا هو برضه فضل ايه يسيب ومش عايز يسمع الكلام، الى ان الموضوع وصل في الاخر بقى في صعوبه يعني. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، نورت الناس الحلوه كالعاده، ابدعت. تسلم دكتور ايمن، ربنا يخليك. خليكم مع الناس الحلوه.